هدد أهالي منطقة جسر ديالى بأنهم سيقطعون الطريق الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية على خطى ما قام به أهالي الحسينية حين قطعوا طريق بغداد كركوك احتجاجا على سوء الخدمات. ولفت أهالي منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد أن اعتصامهم الذي بدأ الخميس الماضي سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم المتعلقة في أغلبها بتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنهم نصبوا السرادق وأعلنوا اعتصامهم لحين توفير الخدمات لهم أسوة بباقي المناطق في العاصمة.